صحبتي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ على خير، نتمنى من الله تكونوا مزيانين في احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. عواشركم مبروكه بعدا. ان شاء الله رمضان على الابواب، والله يدخلوا علينا وعليكم الصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله يا ربي. اليوم صباح الجو مهم، انا الا شفتوني دائما بهذا المونطو هذا هو اللي كينفعني الصراحه، والله العظيم هو اللي كينفعني، حيت انا دابا عاد كنت خارجه لابسه عليا مونطو، ماشي هذا مونطو اخر ديال التو، وصدقت انا كنشد الباب خارجه كنشد الباب والشتا كسمع الشتا الشتا هو هذا، ايوا وصافي رجعت زولت عليا داك الكبوط، عملت كبوط هذا وبدلت الصباط. هذا هو حال بلجيكا، اربعه د الفصول في نهار واحد. المهم دابا تعودنا، انا بعدا عليا انا سنستنى على هاد هاد الجو وهاد الموطو هذا. الصراحه كينفعني في البرد بزاف والشتا، وسختو الشتا ملي كطيح الشتا ما كنهزش معايا المظل، ما كيدخليش الماء شي بغيت نقول لكم. المهم البنات، انا جيت هنايا كنتسنى واحد صاحبتي، هي ماجه وغادي تعرفوها شكون هي ان شاء الله. خليكم معايا تابعوا معايا الفيديو كامل، وهانتوما معانا البرد برد شديد. البنات نوريكم واحد الدار هنايا، فكرتني بحال الدار ديال المغرب، ديك الديور ديال المغرب، شتو الصفرة. ها هي، شوفوا شكون معايا، شوفوا شكون جا عندي. سيسيا لاباس؟ بخير صح؟ لا باش شوفي ريحه طنجه. شوفوا شكون عليكم، شحال نجا اليوم تالي بنات ديال بلجيكا ولا حتى فرنسا هولندا، المهم الناس الشمال اللي باقيين محافظين على التقاليد ديال العرس ديال طنجاوه ديال الشمال. هاد صاحبتي كتعمل العده ديال الحنة، هي عدايه ونقاشه وعندها الماتريال ديالها كلشي، كلسات وداكشي ديال الحنة عندها كلشي، وما شاء الله عندها واحد الصويت غزال، يعني ما كاينش اللي ما يسمعش العده ديال الحنة وما يبكيش، وصراحة ما شاء الله عليها، الله يعاونها والله يوفقها. هي دابا هنايا في بروكسل، الناس اللي زعما عندهم العرس ومستقبلا مجي مجي لهم العراسات، وبالطبع الناس اللي باقي محافظين على التقاليد ديالنا ديال العادات ديالنا في الشمال، هما اللي غادي يفهموا هادشي هذا. الصراحه ما شاء الله عليها، انا قلت لكم دخلوا عند الانستغرام، اللي بغى يتواصل معاها في الانستغرام عدايا فاتين، وغتشوفوا الخدمه ديالها تمايا. فوالا هادشي اللي كاين. المهم البنات هنا جينا المكازا ويبرا، دخلنا نعملوا واحد الدويره حيت انا بيدي شحال ما جيت، كانوا واحد الوقت شدوا ودابا عاوتاني رجعوا فتحوا، كانوا ما عرفتش شنو كان السبب عاوتاني رجعوا فتحوا، عندهم شي حويجات مزيونين زعما، وبالاخص عندهم رخا، يعني هنايا ويبرا وعندك زيمان عندهم حاجات رخاصين، وكتجبر ديما كيجيبوا الجديد، ديما كيجيبوا شي حويجات اللي زعما عمليين واللي يعني تحتاجوا. ويبرا انا كتعجبني بزاف، انتم غادي تشوفوا الحويجات اللي كاينين. المهم صورت بعض الحاجات وصافي، ماشي كل شيء، عملنا واحد الدويره خفيفه انتم كتشوفوا، شاركت معكم بعض الحويجات بحال هادو مزيونين عجبوني، ديال تمل فيهم فاز ولا تمل فيهم زعما محبق. المهم يعني تقدروا تستعملوا بزاف ديال الحاجات، راه خاص الافكار، انا كاين شي حوايج اللي كيكونوا يعني معمولين الحاجه يعني شي حاجات، ولكن انا كنختار هذاك الشيء من راسي، كنعمل لهم شي حاجات زعما شي موطع كنعمل لهم كيجيو مزيونين.
المهم هادو ديال الثلاجه، هادشي ديال البلاستيك البنات كاين زعما صراحه كاين لو شوا، يعني ديك البواطات فين تخبع الحاجات. عجبوني انا هادو البنات، عاملين بحال الصنادق وعندهم الغطاء ومشبكين كيدخلوا الهواء. المهم انا عجبوني بزاف، جاتني الفكره في راسي انني نعمل فيهم وحده فيها بصال وحده بطاطا، حيت كنخليهم في البالكون برا ما كنعملوش في الكوزينه. جاتني الفكره نعملو فيها وما نعرف، باقي ما فكرت مزيان. كاين هادو عاوتاني كتجمع فيهم ديك الصابون ذو قشوع وهذا، المهم كاين ما يتشاف. وهنايا البنات هادي ماشي ويبرا، هادي مشينا دخلنا لزيمان، عاود جبرت في زيمان هاد السيرفيس هادو ديال الطيسان القهوه والطباسل ديالهم. كاين ثلاثه الالوان، الغوز والبيج، وكاين هذا اللي فحال الزيتي. فنين فنين، حمقوني انا هاد الغوز كتر. عندهم ديك السينتا فوقي في الذهبي، كاين هاد الطويسات الصغيورين. المهم غزي ولين هادو كاينين في زيمان. المهم البنات اللي بغاهم راه كاينين في زيمان، يلا دخلوهم جدادين. انا مشيت زيمان ديال جيت، باش اللي بغى يمشي راه موجودين تما دابا. المهم البنات اول مقابلة ضيفت بيها، شوفوا شنو ويلي يا مخاخوش كنت معاك بلا فلوس. المهم تا خوينا بساطهم دابا عاد ارتحنا. الله باقي ما ارتحنا لا جيتي تشوف. المهم دورنا على مواكس كاملين، خلينا تا مكازا شرينا داكشي اللي في خاطرنا كامل، ما بقى فينا تا حاجة. المهم الضيفة ديالي جات عندي، رحبت بيها صخ صخ تا الناس كيضيفوا الناس كيعملوا لهم الغداء كيرحبوا بهم ضيافة اوروبا. وما هادو ها انتم كتشوفوا على عينكم. ايوا المهم غير سمح لنا الساله. ايوا صافي حبيبتي انا رجعت معكم من بعد ما خرجنا ودورنا، وانتم عارفين التخسيخه. دخلت للدار غادي نعمل واحد البراونيز. الصراحه مناسبه اليوم كاين عيد ميلاد ديالي، ولكن ما عملت شي حاجه عادي جدا. كاين شي حاجه متميزه، غير بني كيقول لي ماما اليوم عيد ميلاد ديالك وما عملتي شي كاطو. قلت له ما كاين لا كاطو لا والو، كبرنا على هذا الشيء. المهم غادي نعدل واحد البراونيز، الصراحه تشهيناه، انا تشهيته حتى ولادي كيعجبهم وصافي. وبغيت نشاركو معكم بالمناسبة، وجدت المقادير كلشي، غادي دابا نشارك معكم المقادير شنو غادي نعمل فيهم وصافي. ساهلين تقدروا تعملوهم فاسيل، زعما ماشي شي حاجة صعيبة، حتى المقادير ديالهم ساهلين. المهم غندوز باش نوريكم المقادير وانتوما معايا. شوفي البنات هنايا عندي المقادير، كيف كتشوفوا عندي هنا ثلاثة ديال البيضات وفيهم واحد القبيصة ديال المليحة، عندي هنا واحد أربعة مغارف ديال الطحين، عندي هنا واحد 200 غرام ديال شوكولا نواغ، عندي 150 غرام ديال سكر سنيدة، عندي 150 غرام ديال الزبده. السكر البنات كتبقى على حسب الذوق ديالكم، بغيتو تزيدوا شويه زيدوا شويه، بغيتو تنقصوا نقصوا. عندي 150 غرام ديال الزبده حيوانيه كيف قلت لكم، عندي شويه ديال الكركاع اللي غادي نعملو من الفوق وصافي. وغندوزو باش نبداو المراحل، وعندي الصينيه اللي غادي نعمل فيها هي هذه، نتوما كتشوفوا على حسب البلاطو ديالكم وصافي. وغنبدا على بركه الله، نعمل عندي غير هذا غادي نخدمه بها ونبداو على بركه الله. اول حاجه عندي هنايا كاسرونه، غادي ندوب هذه الزبده والشوكولا. المهم غادي نخلي هذه الزبده كامله، عندي هنايا 150 غرام كتلصق، وعندي هنا 200 غرام ديال الشوكولا نواغ شوكولات كحل. غادي نديهم ندوبو في البوطه وغادي نرجع معكم. هنا غادي نبدا نخلط هاد ثلاثه ديال البيضات مع السكر. السكر نقول لكم على حسب الذوق،
الا بغيتو نزيدو نزيدو، بغيتو نقصو نقصو. غادي نخدم هاد البيضات مزيان مع بعضياتهم ونرجع نكمل معاكم. وهنايا زدت هذاك الطحين اللي عندي، وغنزيد واحد شويه ديال الخميره، مثلا واحد نص مغرفه ديال الخميره صافي بركه. هكا هنا كندوب الزبده مع الشوكولا، غادي نخلط هذيك شويه ديال الطحين مع هذيك الخميره، غنخلطهم مزيان مزيان ونرجع معكم. الشوكولا ديالي ها هي دابت مع الزبده، ملي تشوفوا يلاه دابت شويش صافي كتوقفوا طفيو عليها العافيه باش ما يتحرقش. صافي ها هو دايب الخليط ديالي، ها هو. دابا غادي نخلط الخليط ديالي هنا هنا، وانا كنخلط مع بيضه كسامسال وشويت نكلاب من بعد ما خويت الخليط كامل في وسط السينيه اللي غندخل الفران. هنا عندي اوريو قطعته هكذا على شكل عشوائي بيدي، هرستو وصافي بديت كنوزعه فوق داك الخليط. كيجي كيعطيه واحد المذاق رائع صراحة. هاد الطريقه هذه جربوها وغتعجبكم بزاف بزاف. هنا غادي نزيد قطعة ديال غنزيد الكركاع مع الحبه، كل حبه اذا كانت كبيره حاولوا تهرسوها بيدكم هكذا، وانتم كتوزعوه على صافي. حتى كنعمر هذيك زعما كنعمر كل شيء فوق منه صافي، وندخلها الفران وكنخليها طيب على 160-170 درجه وصافي. وهنايا كتكون وجدت البراونيز ديالنا، كيف كتشوفوها جات رائعه الصراحه الشكل ديالها، ومع داك الكركاع وديك اوريو حتى هما كيتحمروا مزيان عرفتوا كيجيو يا سلام. انا غادي نقطع لا قطع صغيره، المهم نتوما داكشي على حسب داكشي اللي بغيتو، اللي بغى شي حاجه يعملها اللي عنده شي حاجه في راسو يعملها، انا كنعمل داكشي اللي في راسي وصافي. كتجيني شي فكره كنعملها صافي، ما كنبقاش زعما نحمق راسي. المهم انا قطعته على هذا الشكل هذا، غادي نوريكم وحده كيفاش جات. تنقول لكم البنات صراحه يستاهل التجربه لان ساهل ولذيذ بزاف واحسن من هذاك ديال الزنقه مليون الف مره. يعني شي حوايج كنشوف الناس كيشريوهم برا اللي صراحه لا علاقه انهم يقدرون يعدلوهم في الدار، وهما ساهلين بزاف وتاكل حاجه ديالك احسن لك بلا ديك المواد الحافظه وديك التخربيق اللي كيكون فيها. وهذا هو الشكل النهائي فوالا البنات. المهم غتشوفوا الكاطو، انا ما كنتش معوله على هادشي هذا، حتى دخل راجلي جاب لي الورد جاب لي الكاطو حيت شافني ما وجدت ما عملت حتى شي حاجه، وجاب لي هو هذا الطرطه، وانا كنت وجدت هاد البراونيز وصافي. وعملت واحد طبيعه سامبل زعما ماشي شي حاجه سبيسيال، عاديه انا وليداتي وفرحنا ونشطنا، وليداتي فرحوا فرحوا بزاف وصافي. انا اصلا هادشي هذا كامل غير باش ولادي يفرحوا، اما انا ما عندي غرض في هادشي هذا زعما بحال عملت بحال ما عملتشي، ولكن ولادي فرحوا اكثر مني انا، وهذيك هي الفرحه ديالي وفرحه ديال الدنيا وما فيها. الله يحفظهم لي والله يخليهم لي، والله يخلي لكم نتوما وليداتكم يفرحكم ربي بهم، وحاولوا تخلقوا السعاده لراسكم و يعني بابسط الاشياء. انا قلت لكم هانتوما كتشوفوا ما كلفت راسي ما عملت حتى شي حاجه، يعني واحد العصير كان عندي في الثلاجه وهاد كاطو جابو راجلي، وهاد الحرف اف ديال الشوكولا كان عندي تا كنت شريته وصافي. هذا ما كان هنايا غادي نطفي الشميعات ديالي. شان نقول لكم البنات، كيكون واحد الاحساس مزيان انك تشوف راسك كتكبر، والحمد لله
وليداتنا حتى هما كيفرحوا معانا. المهم الا زدت نهضر اكثر من هيدا غنبكي. الى عجبكم الفيديو ما تنساو تعملوا لايك وتخليوا لي كومونتير وتبارطاجيو مع الناس العزازين عليكم. تلقوا فيديو جديد. بسلام عليكم.